بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور أحمد عويدي العبادي. يعني حقيقة أريد أن أعمل نمحة عن كتاب صدر في شهر 12/2022 اسمه بيريا المملكة الأردنية المنسية وعاصمتها السلط المحروسة. يعني هي هذه المملكة اللي ما حد يتحدث عنها من العرب طبعا ولا من الأردنيين، وكانت مطمورة يعني يقول لك يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى، واكتشفنا وجود هذه المملكة، وكانت أكثر مملكة في تاريخ الأردن استمرت بدون انقطاع. يعني هذولاك مثلا الممالك الأخرى، مثلا إجا عندك الرفائيين، بعدين إجا الأيميين، بعدين إجا المؤابيين، بعدين أجل الأنباط، بس هذول لا، هذول سحبة واحدة سحبة واحدة حتى أجت مملكة المملكة الضجعمية، اللي هي قبل الغساسنة ثم مملكة الغساسنة. يعني هذول، لذلك هذا الكتاب اسمه بيريا. بيريا كلمة عربية أصلية، كلمة عربية هي البيريا اللي هو الحطة اللي تلبسها نسواننا في منطقة السلط، هيك بتكون كبيرة ومن حرير ومدنجشة، وهي اسمها بيريا باللغة العربية الفصحى. والأجانب خذوا كلمة بيريا بيريه، يعني غطاء الرأس المدور أو المكور، فبيريا كلمة عربية. والسلط أيضا كلمة عربية، لما أجوا اليونان سموها يعني يوننوا الكلمة العربية فسموها سالتيوس، سالتس. هي أصلا كلمة السلط عمرها 12,000 سنة، مش يوم يومين ولا. وبعض الناس اللي يتفلسفوا يقول لك سالتيوس أصل، لا يا حبيبي، سالتيوس هذه جتنا مبارح من 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 3,000 سنة، بس هي هذه من 12,000 سنة السلط. أي أقدم من 3,000 ولا 12,000 سنة؟ يعني مو كمان، يعني الجهل في التاريخ كارثة. فهاي بيريا وعاصمة السلط المحروسة من 10,000 إلى 450 ميلادي. يعني في هذه المملكة العظيمة، كانت قائمة على ضفتي نهر الأردن. كانت السلط هي العاصمة الصيفية والرئيسية، وكانت ذيحة هي عاصمة الشتوية، وكانت تسمى أرض النخيل أيضا، وكانت تسمى فيها الأيكة، الأيكة اللي هي اللي الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا شعيب إلهم، وهم بطن من جذام. والأيكة معناها الشجرة الملتفة على بعضها، والأيكة أيضا معناها شجرة السدر، والأيضا يعني الأشجار يعني على الخضراء الملتفة المتشابكة. فالأيكة لأنه منطقة السدر من أكثر المناطق اشتهارا بالسدر هو منطقة السلط في الغور وفي الجبل. فبيريا فيها سمي الأردن الأردن، وفيها ولد سيدنا المسيح، وفيها أول صناعة للصابون، فيها أول ميناء في العالم. في شغلة مهمة جدا وهذه موجودة في هذا الكتاب اللي هو بيريا وعاصمة السلط المعروسة، أن اليبوسيين اللي راحوا وأنشأوا القدس أصلا هم من بيريا، هم أصلا من منطقة عين شاليم أو عين سالم، وهي لا تزال في أراضي الأردنية إلى الآن قواشينها اسمها عين سالم، عين شليم. وكانوا أهل بيريا الثمودين ينشروا يلفظوا السين شين والشين سين، يعني ما عندهم مشكلة فيه، زي اللي عندنا مثلا يقول قالوا إن يعني وقالوا قلنا، يعني هي لفظين للحرف الواحد. وهذولا ذهبوا إلى منطقة القدس، كانت أرض شول، وأسسوا فيها مكان وساووا فيها ملاذ آمن، لأنه الملاذ الآمن كان هو أكثر مملكة في الأردن كانت فيها ملاذات آمنة، ومذكور في التوراة بهذا الكلام، اللي هي منطقة بيريا، منطقة السلط. وهناك أسسوا مملكة اليبوسيين، وبعدين ظهر لهم ملوك، في أحد الملوك في زمن سيدنا إبراهيم كان مؤمن موحد، وكانوا على علاقة شبه اتحادية ما بين بيريا وما بين السلط. العلاقات ما بين بيريا السلط يعني وما بين القدس بقيت تاريخية واستمرت عبر حتى العصر الحديث يعني. وحتى بعض كثير من الأسماء اللي موجودة في القدس اسمها بالسلط. في ناس يقول لك إنه أسماء السلط أجت من القدس، في ناس، لكن أنا حقيقة أقول لا، الأسماء اللي في القدس أجت من السلط. ولكن للأسف الشديد، مو عاد إحنا
يعني في ناس يحب يتفلسف يقول لك لا يا أخي وكذا أنت مش فاهمك، يعني اللي بده يحكي بده يحكي علم، اللي ما يحكي علم إحنا لا نسمع إليه، أنا ما نسمعش وراء ولا هجيني. هذه بيريا، كتاب بيريا يتألف من 900 وقديش يا أحمد؟ دقيقة معود، أعتقد 950 صفحة والله، يمكن 922 صفحة. تحدث بالتفاصيل مملة عن مملكة بيريا، تحدث عن علاقتهم مع الأنباط، تحدث عن علاقتهم مع المدن العشرة، المدن العشرة الأردنية اللي يقول عنهم يونانية ويقول عنهم هي ليست كذلك، سنأتي إليها بعدين إن شاء الله تفاصيل، عن علاقتهم مع عمون، عن علاقتهم مع الأنباط، عن علاقتهم مع الملك الحارث الرابع عندما إجر هيرودوت اللي هو ملك الآدومي اللي صار يهودي وتجوز بنت الحارث الرابع فراح طلقها، فشن عليه الحارث الرابع حملة عسكرية، فهو أجاه من الشرق وخلى جيش بير يجي من الغرب وسحقوا طردوا من منطقة اللي هي من جبل شو اسمه في منطقة المشرف على الغور، والله اللي هو جبل اللي قتل فيه سيدنا يحيى. على كل حال، فهذه بيريا وعاصمة السلطة المحروسة كانت منطقة، آخر الملفت النظر أنه آخر ملكة فيها اللي هي ملكة اسمها ماوية، والله ركز على كلمة ماوية. ماوية هذه من تنوخ، من تنوخ الأردن، وكان زوجها الملك من جدام، مات وكان عمرها 30 سنة وما خلفت إلا بنت واحدة، جوزها لواء جنرال في الجيش الروماني وراحت على روما، وهي بقيت 50 سنة أرملة، رفضت الزواج وحررت الأردن من الرومان ووسعت الأردن ووصلت إلى مدائن صالح، ووصلت جوشها كما يقول المؤرخ شاهد إلى الأناضول، وكانت امرأة عظيمة وكانت ملكة عظيمة جدا، وعملت هوية للبلد وعملت مساحات واسعة زادت على 1,000,000 كيلو متر مربع، تحدثنا عنها بالتفصيل. وكانت هي الذي فرضت المذهب الأرثوذكسي المسيحي على يعني أو منعت أي مذهب غير المذهب الأرثوذكسي، مخالفة لمين؟ لا بيزنطة التي كانت تريد مذهب آخر، فهي بتقول لك أنه الناس تتبعوا المذهب، وبالتالي إحنا إذا اعتمدنا مذهب البيزنطيين معناته شعب نصير تابع له وعبيد لهم، لا يعني ما بدنا المذهب، رغم من أنها عاشت وثنية وماتت وثنية بس كانت عاملة حماية للأرثوذكسية. الملكة ماوية هذه يعني كانت تقود الجيوش، كانت تخوض الحروب، كانت زاهدة، كانت تجتمع مع الرجال مع الناس، كانوا يحبوها الشعب، وتم انتخابها بعد موت زوجها مباشرة اللي هو الحواري معاوية الحواري أو إشي والله نسيت اسمه، مع الحواري الجدامي، كان مات لأسباب، كان يقاتل الرومان، وكان عندها وياه اتفقوا على مشروع تحرير الأردن وتوسيع الأردن على مساحته الجغرافية التاريخية. اللي بيقول لك الأردنيين القديمين ما يعرفوا، لا الأردنيين القديمين قبل آلاف سنين كانوا يعرفوا أنه مساحة الأردن هي البلاد تموت قاطبة، وكانت يجب أن تطل على ثلاث بحور، كانت تطل على خليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط من منفذين، المنفذ الأول من الشمال من منطقة الليطاني، والمنفذ الثاني من منطقة سيناء. وللحديث بقية لم نتحدث عن هذه بالتفصيل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم.